حضرتك من أبناء الدقهلية، ورحت اسكندرية وسافرت يعني الخارج ودرست هناك، يعني هذه الرحلة كيف تمت؟ طفل من مدينة صغيرة اسمها بلقاس، فكرة إن الطفل يكون بيرسم أو كده، في ناس كانت منتبهة إن في حاجة مختلفة وفي ناس لا. فحظ كويس إنه أنا في المدرسة الابتدائي مدرسة لقطت إن أنا بعرف أرسم، ولذلك هي حطتني في أوضة الرسم. يعني أنا قضيت سنة أولى ابتدائي وتانية ابتدائي تقريبا في أوضة الرسم، لأن أنا دخلت المدرسة أنا بعرف أقرأ وأكتب، فكنت متضايق جدا من الفصل. يعني برضو حضرتك بتوجه النظر لشيء مهم جدا، إنه كان في مدارسنا زمان مدارس العامة طبعاً أماكن للرسم وأماكن للموسيقى كبيرة جداً، وأماكن للألعاب الرياضية إلى آخره، فيها مكتبة وفيها أدوات ورسم وورق وألوان وكده. فلما هم لاحظوا إن أنا مش مبسوط في الفصل لأن بعرف أقرأ وأكتب، فكانوا بيحطوني في أوضة الرسم. فقضيت سنتين في أوضة الرسم، فدي كانت متعة كبيرة. وبعدين وأنا في المدرسة الابتدائي بقى خلاص أي حد يقول لك ده الفنان، فنان المدرسة. فطلعت كده دخلت فنون جميلة زي تلبية رغبة الجماهير، يعني إن كل الناس تقول لك فنان، فلقيتني بروح فنون جميلة ضد رغبة أبويا وكده. يعني تمسكت باختيارك؟ أنا رحت باختياري، لكن كافحت عشان أدخلش فنون جميلة. ليه كان رافض الوالد؟ لأنه هو كان عايزني أبقى ظابط، كان له صديق ظابط في الجيش، فكان عايزني أبقى زيه. وكافح كفاح ودخلت حربية وحاجات كده يعني، لكن هربت يعني وكملت في فنون جميلة. قسم إيه؟ تصوير بينتينج. وبعد ما خلصت مباشرة عملت أول معرض ليا وأنا في الجيش، يعني فترة تجنيد يعني. ومن خلال المعرض ده جالي منحة لأسبانيا. فسافرت أسبانيا بعد الجيش بأسبوع واحد يعني. طلعت على مدريد وقعدت في مدريد 6 شهور، وحسيت إن أنا مش عايز أدرس، يعني مش عايز أضيع وقت في الدراسة، لأن أنا كنت شايف حاجات جديدة بقى، متاحف ودنيا وكده. أسبانيا فعلاً مليئة مليئة بالمتاحف. فقلت لا، أنا هقعد 5 سنين في مكان واحد، لا أنا أسافر. دايماً مستعجل يعني. فبدأت رحلة بقى طويلة، بدأت من مدريد لغاية شمال ألمانيا، دي أخذت سنة. واستقريت في ألمانيا فترة كويسة يعني. وبعد كده رحت النمسا عشان أكمل دراسة، يعني حبيت أدرس أكتر أتعلم يعني حاجات جديدة، فرحت النمسا قعدت سنة في النمسا. وبعدين رحت سويسرا قعدت سنة جولة في يعني قعدت في سويسرا أدرس. دايما كان الاهتمام يعني بفن الرسم والنحت كمان؟ والنحت جه بعد كده في سويسرا بقى. كيف جاء بقى؟ درست في سويسرا نحت، لكن أنا كل حركتي كان سببها الرسم، يعني إن أنا عايش من الرسم وبدور على الرسم يعني، فرحلة الحياة هو الرسم هو اللي بيمشيها يعني.